فاكرين قرية سيدي عبد الرحمن بمطروح اللي أهلها بيشتكوا من عدم وجود المياه والصرف الصحي وسوء الخدمات الطبية؟ الحمد لله أستاذ واحد من الناس بالتعاون مع شركة إعمار مصر نزلت لهم قافلة طبية. تعالوا نشوف التقرير. النهارده باذن الله احنا في مؤسسه واحد من الناس في قريه سيدي عبد الرحمن عاملين قافله طبيه بالتعاون مع شركه اعمار مصر وجمعيه احباء سيدي عبد الرحمن ومجموعه اطباء جايين متطوعين شتى التخصصات من جامعه اسكندريه ومن وزاره الصحه. والحقيقه ان دي اول مره يحصل القافله دي تتعمل في قريه سيدي عبد الرحمن، ان الناس تبتدي تتوجه الانظار ليها. وباذن الله زي ما انتم حضراتكم شايفين احنا عندنا كم من الكشوفات كتير قوي النهارده، وطبعا لان المركز لوحده او يعني ما فيهوش كل التخصصات اللي اهالي المنطقه محتاجينها، وربنا يوفقنا باذن الله. انا جيت النهارده نكشف القافله التي اتت الى سيدي عبد الرحمن باطني، ونشكر القافله على ذلك، نشكر برنامج واحد من الناس. جاي مع القافله الطبيه لسيدي عبد الرحمن اللي بينظمها شركه اعمار وبرنامج واحد من الناس. احنا بنحاول ان احنا يعني نقدم خدمه طبيه لاهالي المنطقه، وانا سعيد جدا. هي دي يمكن المره الاولى ان انا بشارك النهارده في قافله طبيه، وانا سعيد جدا بوجودي وسط الناس. نشكرهم على الاهتمام الكتير اللي هم بيعملوه في سيدي عبد الرحمن، يعني امانه رب العالمين. يعني لاول مره بيحصل الاهتمام في سيدي عبد الرحمن والكشف المجاني. نشكر الاستاف من الاساتذه التكاتره، ربنا ما يحرمناش منكم، شكرين على الجهات اللي انتم بتعملوهم. امين. او شفت على الاطفال النهارده محمود ونوره حميد وايه، وشكرين والله يا كابتن. احنا النهارده في فرح كبير زي ما حضرتك شايفه، في تآخي ما بين الظهير الصحراوي والقرى السياحية، ودي أول مرة تحصل. الناس زي شركة إعمار وبرنامج مثل واحد من الناس بيبصوا للظهير الصحراوي، الناس اللي عايشين على الخط التاني من الأسفلت اللي يفتقروا كتير جدا الخدمات الصحية، بيتكلفوا مشقة في الذهاب إلى أقرب حاجة لإسكندرية على بعد 160 كيلو. فالناس لما تجيلهم هنا وتحس بيهم، وأساتذة من جامعة إسكندرية اللي هم بيقعدوا بالأيام عشان يستنوهم بيجولهم لحد هنا وبيكشفوا عليهم بالمجان وبيقدموا لهم الدواء بالمجان، ده طبعا دي حاجة يمكن دي أول مرة. لو بعد كده في ناس يعني هتيجي من جميع القرى هتبقى أكتر من كده بكتير جدا. يعني شوف علينا في عبد الرحمن ومية الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى جزهم الله خير يا رب. أنا جاي النهارده إن شاء الله أكشف رمط، وبشكر مؤسسة واحد من الناس جزاهم الله خير إنهم هجوموا القافلة الطبية دي، لإن شاء الله كده يعني يجعلها في ميزان حسناتهم كده، إنها بتساعد ناس كتير هنا وبالذات الأماكن المغتربة اللي زي دي. بشكر القافلة اللي جت لينا، إحنا هنا ما كانش في عندنا دكاترة تخصصات، بشكرهم أوي إن هم القافلة برنامج واحد من الناس وفر لنا أطباء من القاهرة ومن إسكندرية، وبشكرهم أوي إن هم وفروا لنا الدكاترة دي. قرية عنك.